بكم إلى موجز أخبار الآن. واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها في المدينة القديمة غربي الموصل، حيث لم يتبقى لداعش سوى منطقة صغيرة محاذية لنهر دجلة. قدرتها خليات الإعلام الحربي ب 500 متر مربع. يأتي ذلك بعد سيطرة القوات العراقية على مناطق باب السراي والخاتونية والطوالب في الموصل القديمة. في أول توغل لها جنوب الرقة، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية كسرة محمد علي وعلى سوق الهل بعد مواجهات عنيفة مع أفراد تنظيم داعش أسفرت عن قتل العشرات منهم. سلمت قطر الكويت ردها على مطالب السعودية وحلفائها، وذلك بعد أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الاستجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح بتمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة. في هذه الأثناء بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث التطورات الأخيرة ومكافحة الإرهاب. وشدد ترامب أيضا على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب. اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة صباح اليوم جنوب ألمانيا، مما أدى إلى إشعال النيران في الحافلة ومقتل 17 شخص وإصابة 31 شخص آخرين وفقا لوسائل إعلام ألمانية. ذكرت الشرطة على تويتر أن 31 شخصا أصيبوا، بعضهم في حالة خطرة. أكملت مجموعة أمازون العالمية العملاقة إجراءات الاستحواذ على سوق كوم، أول موقع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، بعد نحو 3 أشهر من توقيع عقد الشراء الذي لم تحدد قيمته. وجاء في بيان مشترك أنه أصبح بإمكان زبائن أمازون استخدام نفس بيانات الدخول إلى مواقع المجموعة للاستفادة من خدمات موقع سوق.com. أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن الهواتف الذكية تغير بشكل كبير وملحوظ الطريقة التي يسير بها الأشخاص في الشارع. ووجد الباحثون في جامعة بإنجلترا أن الهواتف المحمولة جعلت طريقة مشي الأشخاص بطيئة بشكل مبالغ فيه للغاية لتجنب العقبات والحواجز التي تعيق النظر في شاشات المحمول. وأوضح الباحثون أن طريقة المشي هذه تسبب ألما ومشاكل صحية في الظهر والرقبة على المدى الطويل. نهاية الموجز، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.